حقيقة مثل ما سمعت تصريح رئيسة السي اي اي البارحة انه العراق هو الساحة الرئيسية للنفوذ الايراني خلال السنة القادمة. يعني دائما الامريكان هاي التصريحات لهم موجودة وشبيهة يعني لل 17 سنة، لكن الموضوع انه هذا التصريح الاخير حدده سنة من الصراع مع ايران. يعني أنا ما أتوقع رح يحدث الشيء الكبير، لأن أغلب القوى العراقية هي لها علاقات كبيرة جدا مع إيران، سواء الشيعية أو السنية أو الكردية، الكل له علاقات قوية مع إيران. فعندما أمريكا تقول العراق سيكون ساحة للصراع، فغير معلوم من هي القوى التي سوف تتصدى لإيران داخل العراق. يعني هذا شوية كلام بعيد وصعب. فبالنسبة لأمريكا، الانسحاب من العراق هي كارثة بالنسبة لها. وجودها داخل العراق هو وقف المد الصيني، لأن أمريكا اليوم في مفاوضات مثمرة جدا مع إيران، قد تسفر عن اتفاق أمريكي إيراني. طبعا أنا دا أتكلم عن الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران. فالساحة العراقية، لا أتوقع أنا أن أمريكا سوف تتحدى إيران أو في الساحة العراقية.